حياكم الله مجددا في أهلا. الصرع من الأمراض الموجودة والتي يتقدم فيها الطب بشكل مذهل وكبير وجميل جدا، لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية أنه أعراض الصرع، طريقة التعامل معها، وبالذات من الأشخاص القريبين من المريض، بحاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف في هذا الجانب حتى تصل الرسالة العلمية الطبية الصحيحة كاملة. في جانبين في هذا الموضوع، جانب التعامل الموجود داخل الأسر مع بعض المفاهيم التي يقول عنها الأطباء إنها خاطئة وتمارس وبنوضحها بالتفاصيل، وجانب آخر اليوم وهي المعلومات الغزيرة الكثيرة المضللة الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا في موضوع الصرع وفي غيره. فنحرص دائما فيها هلا أن نستضيف المختصين في مثل هذه الموضوعات حتى نأخذ الحقائق العلمية منهم مباشرة، ونسهم إذا وفقنا في ذلك في تقديم رسالة تثقيفية توعوية علمية طبية جيدة تليق بمن يتابع البرنامج. اليوم أستضيف هنا في الاستوديو الدكتور بندر بن ناصر الجفن، وهو استشاري المخ والأعصاب وعضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة الملك سعود. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. حياك الله أستاذ مفرح، وأشكرك على الدعوة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون لقاء مفيد لأعزائنا المشاهدين بإذن الله. أول شيء أنا أشكرك على تجاوبك بصراحة، وأشكرك أنك يعني جيت اليوم وأنا أعرف جدولك المزحوم يعني من عياداتك إلى الاستوديو، الله يعطيك العافية. دكتور، قبل ما ندخل للمفاهيم الخاطئة وتفكيكها وتفصيلها، خلنا نقول للناس وللجمهور ببساطة من مختص إيش هو الصرع، إيش نقصد فيه مرض الصرع بالتفصيل وإيش هو. بسم الله الرحمن الرحيم. مرض الصرع هو من أقدم الأمراض المعروفة على يعني مر العصور، وباختصار مرض الصرع هو نوبات دماغية تكون سببها شحنات كهربائية، فرط في الشحنات الكهربائية تتمثل كلينيكيا بانقباضات وارتخاءات في جسم الإنسان، تختلف من شخص لشخص بحسب نوع المرض وحسب نوع التشنج، لأن عندنا أنواع عدة من الصرع، لكنه هذا هو النوع الشائع والمعروف عند الناس. جميل. طيب أبغاك تقول لنا كذا ببساطة الأعراض العامة، أنت تقول لي في أنواع وأكيد بناء على أنواع تختلف الأعراض، لكن الأعراض العامة اللي يتشابه فيها أغلب مرضى الصرع إيش هي؟ ليش أسأل هذا السؤال؟ علشان اليوم في البيت إذا شافوا ولد أو بنت عندها هذه الأعراض، الأهل يعرفون كيف يتعاملون ويقيمون الحالة. أحسنت، سؤال جدا مهم صراحة. مثل ما تفضلت سابقا أستاذ فرح، أنه نوع الصرع يحدد لي طريقة التعامل معه. فعندنا الصرع المعمم وعندنا الصرع الجزئي. الصرع المعمم أنه يكون الدماغ كله يثور بوقت واحد، فالمريض مباشرة وبدون مقدمات يسقط على الأرض، يصاحبه انقباضات وارتخاءات في العضلات، يؤدي إلى خروج الزبد من الفم، الأصوات الغير طبيعية، يؤدي إلى أن يفقد المريض السيطرة على البول في هذا النوع المعمم. في عندنا الأنواع الأخرى مثل ما تفضلت وهو مهم جدا، نوبات جزئية يغفل عنها كثير من الناس وكثير من الأهل، منها اللي احنا نسميها نوبة الغيبة. مع العلم أن نوبة الغيبة هذه تعتبر من الجزء المعمم، حيث أن الطفل ممكن يعني يجي زي احنا نسميها زي الفصلة البسيطة، يسرح للجهة اليمين واليسار مع رمش بسيط لمدة ثواني معدودة وتنتهي النوبة. نوبات أخرى من التشنج البؤري برضو، أنه يكون المريض يعاني من فقد أو عدم اتصال بالواقع لمدة ثواني إلى أقل من دقيقة، تصاحبها حركات وتشويش للمريض في وقتها، بالإضافة إلى أعراض أخرى دائما الأهل يشتكوا منها، يقولون والله يبدأ يمضغ بدون سبب. فمضغ المضغ كذا بدون سبب مع التحديق في الجهة اليمين والجهة اليسار، هذه تعتبر نوع من أنواع التشنجات. طيب حالات التشنج توصل إلى مرحلة الصراخ، إلى مرحلة الانفعال، إلى مرحلة شد الشعر، ولا هذه ما لها علاقة بالصرع؟ أحسنت. هو مريض الصرع التشنج المعمم ممكن يسقط المريض، يصير حاجة صوت عالي، ثم يفقد المريض سيطرته على نفسه. مريض الصرع الحقيقي ما يشد شعره، مريض الصرع الحقيقي، لأنه يصير فقد وعيه في هذه اللحظة. ويوجد عندنا أمراض نفسية أخرى مشابهة فتتمثل كأنه مريض صرع وما هو مرض الصرع، مثل ما تفضلت منها شد الشعر، الحركة الغريبة، الالتفات يمين ويسار،
احنا نسميها ارشنج او تقوس الجسم اثناء النوم او اثناء فتره ما قبل النوم الى اخره. هذه نوبات اخرى لن نتحدث عنها اللي لها علاقه بالعامل النفسي وهي ليست نوبات صرع. لكنه النوبه الكبيره اذا قبل ما يسقط المريض بعض الاحيان يطلع منه صوت عالي وبعد ما تنتهي النوبه يعني تليها نوبات من الشخير. طيب جميل، انت يعني اثناء الحديث وكذا قلت انه في بعض المفاهيم الخاطئه نعم. الموجوده عند مرضى الصرع او عند من يكون حولهم بحاجه الى تصحيح. ايش هي المفاهيم الخاطئه اللي انتم لاحظتوها اليوم من عملكم وكيف نصححها؟ احسنت، سؤال جد والله مهم استاذ فرح. نعم، في مفاهيم خاطئه كثيره. اولا من المفاهيم الخاطئه انه مرض الصرع له علاقه بالمس والجن. من المفاهيم الخاطئه برضو انه مرض الصرع مرض معدي. من المفاهيم الخاطئه برضو انه مرض الصرع هذا جميع انواعه وراثي وسينتقل للابناء. من المفاهيم الخاطئه برضو ان نوبات الصرع لها علاقه بالعين، لها علاقه بالارواح الشريره الى اخره. بشكل عام مبسط، حتى دائما احنا في الايام العالميه للصرع نحاول نوعي الناس ونثقفهم. مرض الصرع مرض زي اي مرض اخر، الا اللهم انه يعني فسيولوجيكيا يعني صار انه زياده كهرباء وشحنات داخل الدماغ ادت الى حركات وانفعالات خارجه وظاهره، فحتى يعني يثير الرعب لمن حول المريض، حتى وان كان الشخص متعود عليه، حتى في المستشفى، حتى في الطوارئ اذا شافوا مريض فيه صرع عاده يصاب من حوله بالهلع، او يعني مع العلم انهم يرون حالات صرع متكرره. فهذه من الاشياء المفاهيم الخاطئه بصراحه. انا ودي اخذها مفهوم وتقول لي مشاهداتك ورؤيتك العلميه. أحسنت. موضوع علاقته بالمس والجن. احسنت. والله شوف، المس والجن انا ما ودي ادخل فيه في جانب ديني، لكنه بشكل عام مريض الصرع ما في جن، ما في مس. احنا كاطباء نشوف البؤره الكهربائيه بالتخطيط فواضحه انه مرض عضوي وليس نفسي وليس جن. واغلب المرضى يعني صحيح في بدايه التشخيص ممكن انه يروحون لاكثر من مكان قبل ما يوصل للعياده، ولكنه في النهايه يقتنعون انه فعلا المريض ما تحسن بعد ما اخذ العلاجات المعترف فيها عالميا للعلاجات. طيب انت وقفت على حالات دكتور مثلا جوك ناس وقالوا لك احنا جربنا علاجات شعبيه ولا رقيه ولا غيرها وما نفعت وجيناك؟ كثير. ايش تحاولهم؟ ايش تقول؟ عادة تقنع المريض وتقنع من حوله، لأنه احنا نتعامل مع مرضى الصرع مع المريض ومع من يقوم برعاية المريض. يعني إذا كان في مرحلة الطفولة أو مرحلة العناية أنه يكون معهم في البيت، أو أنه إذا كبر مثلا وعاش منفرد أو عاش بالحياة يعني في بيته. عادة الأشخاص هذولي نبين لهم لأنه هذا مرض معروف، مرض عضوي مشاهد. إحنا صحيح في بعض الأمراض تعتبر زي الأمراض النفسية ما نشوف لها بعض الأحيان سبب أو علامة بارزة في الفحوصات، لكن مرضى الصرع نلقى تغيرات في أشعة الرنين، نلقى تغيرات بالتخطيط، نلقى تغيرات في الفحوصات الدموية. فهو مرض عضوي وليس نفسي. طيب اليوم لو أحد مثلا تعامل مع الموضوع على أساس المس والجن وراح واستخدم علاجات أخرى، هذا ممكن يضر ويؤثر على حالته الصحية؟ نعم، أي تأخير يعني يؤدي إلى تأخير العلاج. عادة تكرار النوبات بأشهر بتأخر عن حدود يعني أو قدومه للعيادة يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة، مشاكل في التركيز. وإحنا نلاحظ على المرضى المنتظمين على العلاج والمرضى اللي ما يأخذون العلاج، فتلقى المرضى اللي ما هم منتظمين على العلاج اللي ما هم مقتنعين بالعلاج يبين عليهم أنه مشاكل في الذاكرة، مشاكل في التركيز. لكن الجهة الأخرى المرضى المنتظمين على العلاجات، المسيطرين على النوبات، نشوفهم منتجين في المجتمع، وظائف حتى وظائف مرموقة، ما يعيبهم أي حاجة. وزي ما قلت سابقا أنه من الأمراض القديمة مفرحوا، ما هو مرض جديد. يعني الناس من اللي قادوا العالم سابقا ترى كانوا عندهم مرض الصرع، زي نابليون بونابرت، الكسندر المقدوني، نيوتن، ناس شخصيات كبيره جدا كانوا مصابين بالصرع. نيوتن ونابليون كانوا مصابين بالصرع. نعم نعم. وكانوا يستخدمون ادويه في ذاك الوقت ولا ما ندري عاد ذاك الوقت ما كانت في ادويه الكيمياء، لان اغلب الادويه الموجوده الان وجدت من عام 1860 وجاي. طيب ما في اي علاج
قبل هذا. طيب النقطة أخيرة في هذا الموضوع، كنت تقول في كلامك أنه عدم المقتنعين في العلاج، يعني في ناس يصلون إلى عدم القناعة نعم حتى نعم بعد حواركم معهم. نعم نعم، نعم في بعض المرضى يعني وهذه ترى نسبة قليلة جدا الآن، خاصة في الفترة الأخيرة مع التوعية ووسائل التواصل الاجتماعي وال الأيام العالمية اللي نشوفها بكثرة، بصراحة قلوا العدد بشكل كثير سامي فرح، لأنه ما هو زي أول. أول كان حتى الأهل ما يروحون للمستشفى، يقولوا خلاص هذا في جني ولا في ممسوس وإلى آخره. الآن لا، فعلا هم اللي يجون يبادرون لأخذ المواعيد، يبادرون لأخذ العلاج إلى آخره. فأنت تقول كذا برؤيتك العلمية الطبية كذا لكل الجمهور، أنه قبل ما تذهب إلى هذه المفاهيم أو الاعتقادات تعال المستشفى وتأكد وبعدين خذ قرارك. صحيح صحيح، وأغلب البروتوكولات الآن موجودة في كل مكان في العالم. يعني ما يعمل لمريض الصرع يعمل في أي عيادة سواء هنا أو في الخارج. إحنا ماشيين على بروتوكول معين، نعمل تخطيط للدماغ، نعمل أشعة رنين مغناطيسي، في تحاليل دم معينة. هدفنا أولا أن نبين هل الصرع موجود كلينيكيا بالتاريخ المرضي، وندعم هذا بالفحوصات. فالفحوصات تعلمنا انه ايش نوع الصرع، هل هو بؤري، هل هو معمم، ايش العلاج المناسب للمريض، مدة العلاج الى اخره. جميل. طيب بنروح للنقطة النقاط الثلاث ونمر عليها سريعا. معدي؟ لا ابدا، مرض الصرع غير معدي، وبالعكس يقدر يعيش مع زوجته، يعيش مع ابنائه بدون انت قلت انه من الفهم الخاطئ، يعني في اشخاص يعتقدون انه فعلا معدي. نعم نعم، انه يعني ممكن ينتقل لشخص اخر. يعني طيب انت قلت ايضا انه من المفاهيم الخاطئه انه وراثي، وضح لنا. احسنت، اقدر افصل فيها. هو الجزء معين من امراض الصرع ممكن تكون وراثيه وتنتقل من جيل الى جيل، ولكنه ما نقدر نعمم انه كل مرضى الصرع يعني يجيهم اولاد مصابين بمرض الصرع. هذا خاطئ، هذه الفكره اللي اريد ان اصل لها. جزء معين، نوع معين من الصرع، اللي هو ايش النوع؟ نوع من انواع التشنجات المعممه اللي احنا نسميها الجوفرين مايكرونيك ابيليبس. هذا فيه جينات معينه تنتشر من جيل الى جيل، لكنه اغلب التشنجات الاخرى البؤريه غير وراثيه. انت طرحت موضوع العين، ما ينطبق على العين هو ما ينطبق على المس والجن. بالضبط. لا. صحيح. طيب دكتور، قبل ما اروح للفاصل، اكثر من مره كررت في حوارك الاطفال الاطفال الاطفال. نعم. ليش؟ يعني هل فئه الاطفال هي الاكثر اصابه بالصرع من غيرهم ولا ايش؟ لا، لانه اكثر الاسئله تجينا من الكير جيفرز، اللي هم العفو الاهل، الوالدين، الاقارب اللي يقومون برعايه، لانه مجرد انه يكبر مريض الصرع خلاص هو يكون يعتني بنفسه، يصير عارف الوضع، عارف متاقلم، متعايش مع المرض. نعم. في سن معينه للصرع ولا لا؟ ممكن يصيب الصغار والكبار؟ ممكن يصيب الصغار والكبار من اليوم الاول بالعمر حتى الاعمار المتقدمه. طيب اليوم دكتور، حاله منزليه في البيت عندهم مريض صرع، جت نوبه، ايش التعامل الامثل اللي تقوله الاباء الامهات الاخوان الاخوات الناس اللي حولهم؟ ممتاز جدا. برضو هذا جدا جدا مهم صراحه، ممكن لو نفرغ له وقته، لانه كيفيه التعامل مع مرضى الصرع في مفاهيم خاطئه برضو حتى في التعامل مع مرضى الصرع وقت النوبه. بعض الاحيان عندما يسقط المريض في نوبه صرعيه، ما يجب عليك عمله اللي هو الهدوء، وضع المريض في وضع آمن، وضع مخدة أو حاجة لينة تحت رأس المريض، نضع المريض على الجنب منعا أنه يختنق باللعاب ولا يشرق، وننتظر. عادة أغلب النوبات راح تقف خلال دقيقتين من بدء النوبة. ننتظر، نبعد عن المريض أي مادة حادة مجاورة للمريض. نتجنب أشياء عدة. أولا نتجنب وضع، كثيرين يقولون أنا بجيب منشفة يا دكتور عشان ما يبلع لسانه، علشان ما، بالعكس هذا يسوء المشكلة. وضع منشفة، وضع مادة داخل فم المريض ممكن تؤدي لاختناق المريض. المريض ما في شيء اسمه يبلع لسانه، بعضهم يقول يدخل يده داخل فم المريض علشان يمنع أنه يبلع لسانه، هذا مفهوم خاطئ جدا. فقط المطلوب منك أن تضع المريض على الجنب، تجعل اللعاب يخرج بسلاسة علشان ما يختنق المريض. والله إذا سمحت لي أوقف عندي هذه النقطة لأنها شائعة جدا. صحيح. يعني صحيح. اليوم مريض الصرع أثناء النوبة لا يمكن يبلع لسانه، ما في شيء اسمه يبلع لسانه، ولا تضع أي مادة داخل فم المريض. جميل. الموضوع الآخر والمهم جدا، أنه بعض الناس يحاول أنه إذا مسك المريض أثناء النوبة أنه يوقف النوبة، النوبة راح تأخذ مجراها، فلا تمسك المريض، لأنه شفنا حالات مع مسك المريض بشكل قوي سبب خلع في الكتف أو كسور للمريض الصرع، أنت تبي تساعده، فبعض الأحيان الحرص الزايد يكون. طيب وش يسوي؟ لأنه هو جالس يحرك أطرافه، فأنا أخاف أنه يؤذي نفسه. ما راح يؤذي نفسه، فقط اجعل المريض على الجنب اليسار، ابعد عنه أي حاجة
حادة وتضع مادة أو مخدة أو مادة لينة تحت رأس المريض فقط وتنتظر دقيقتين. أغلب النوبات زي ما قلنا أنه راح توقف خلال هذا الحد، إذا استمرت النوبة إلى 5 دقائق ذيك اللحظة لازم تكلم الإسعاف. يا دكتور خلني أقول لك على حاجة، إحنا يعني مجتمعيا ونشوفها قدامنا، أنت لا شعوريا لما تشوفه في هذه الحالة تروح وتمسكه يعني من الخوف عليه، فأنت تقول لا تمسكه نهائيا ولا امسكه بخفيف؟ امسكه تبغى تهديه، تبغى تحط يدك عليه أوكي، لكنه بعض المرضى يمسكه بشكل عنيف لدرجة أنه يبغى الارتجافات هذه توقف، هذا خطأ، لأن الارتجافات ما راح توقف بمسكك، هذا المقصد. المقصد اوكي تبي تحط يدك عليه، تخلي راسه ما يضرب على الارض بشكل خفيف مثل ما تفضلت، هذا ما عندنا مشكله، لكن فكرتي انه ما تمسك المريض بشكل كبير جدا خاصه مع ذراعين زي ما قلنا انه ممكن يسبب له كسر او يؤذي المريض اكثر من نفعه. جميل، تسمح لي اخذ فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، مكملين معكم مع الدكتور مدر. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، حديثي مع الدكتور بندر بن ناصر الجفن، استشاري المخ والأعصاب وعضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة الملك سعود. أرحب فيك مجددا دكتور. دكتور أبا أقول لك على بعض الأشياء الشائعة أيضا في المجتمع وقل لي مدى صحتها من عدمها. كثير من الناس اللي عندهم زيادة في الكهرباء، صرع، غيره، يقولون أنه الرمل من الأشياء المفيدة جدا اللي تسحب الكهرباء من الجسم، ونشوف ممارسات للدفن في الرمل أو غيرها، هذه ممارسة علمية صحيحة وثابتة طبيا ولا لا؟ بصراحة لم يثبت علميا بهذا الشكل. أنا سألت كثيرا عن أنه الواحد يبغى يمشي على الرمل حافي على أملا أن الشحنات هذه يسحبها الرمل، بعضهم حتى يقول السجود على الأرض على الرمل ممكن يقلل الشحنات، هذه كلها لم تثبت علميا. الشحنات ما هي ظاهرة في الجسم عشان تقدر تسحبها، هذه شحنات داخل الدماغ وموجودة عند الأشخاص ككل، ولكنها عند مرضى الصرع تكون غير طبيعية وتثور في أوقات معينة، فهذا كلام غير صحيح. عفوا دكتور، أنا كنت أسأل عن الصرع بس إجابتك عن السجود يعني أثارت سؤال، لأنه هذا أيضا من الأشياء المتداولة بكثرة، أنه في حالة السجود أنه تسحب طاقة معينة إلى الأرض وشحنات وكهرباء وغيرها، هذه موجودة علميا؟ لم تثبت علميا أبداً. أبداً. أبدا. طيب أنت تشوف الطرح اللي موجود في هذا الموضوع؟ نعم قرينا عنه، كثير من الناس يسألون عنه، أقول ما يخاف، تبي تصلي وصل، تبي تسجد اسجد، ولكنها ما هي مثبتة علميا بالنسبة لنا أنه والله المشي حافي أو أن السجود وضع الجبهة على الرمل أنها تسحب الشحنات الكهرباء. نعم، مع حفظ كل فضائل وأجر السجود بلا شك يعني. طيب دكتورة بسألك عن، هل بالنسبة للأطفال استخدام الأجهزة اليوم، الجوال، البلاي ستيشن، الآيباد وغيرها، لها دور في خلق شحنات أكثر داخل ولا ما لها علاقة؟ أحسنت، سؤال جدا جميل، وبصراحة دائما نسأل عنه، ما يمر عيادة لنسأل عنه، لكن أنه باختصار لم يثبت علميا الربط بين الجوال والأجهزة الإلكترونية بإثارة نوبات الصرع إلا في أشياء معينة فقط، في أنواع معينة من الصرع يعني تستثار بالوميض بالإنارة، فاحنا نقول بعض الألعاب اللي يكون فيها أكشن فلاشات إلى آخره، هذه ممكن تثير أنواع معينة من الصرع، ولكنه ما أقدر أربط أنه والله عندك الجو انك تستخدم الجوال كثير ان النوبات يعني لحظه تحدث. ممكن تثير الصرع ولا تخلقه يعني لا تزيد الكهرباء، تثير المرضى المصابين لكن تخلقه لا، ما في اثبات الى الان. مثل ايش اللي ممكن تثير؟ زي ما قلت لك، اذا كان في الجيمز او الالعاب مثلا اللي فيها فلاشات الى اخره، هذا في انواع معينه محدوده من الصرع ممكن يثير، راجع للاضاءه القويه بالضبط ولا اللي هي الفلاشز. طيب حالات الفزع اللي يمر فيها مريض الصرع، يعني مثلا سياره طلعت امامه فجاه، صوت قوي، اي شيء، هل حالات الفزع لها علاقه في حدوث نوبات ولا لا؟ نعم صحيح، من المثيرات للصرع التعرض للصدمه، تعرض اللي احنا نسميه ستريس او ضغط نفسي رهيب جدا ايا كان سببه، هذا ممكن يثير الصرع عند مرضى الصرع بما فيها الضغوطات النفسيه. بالضبط، يس، معروفه بالضغوطات النفسيه، من اهم النصائح اليوميه لمرضى الصرع عندنا في العياده تجنب الضغوطات النفسيه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خير بين امرين لاخذ ايسرهما، لا تحاول انك تضغط نفسك باي يعني عامل ضغط. جميل. يؤدي الى النوبات، بالاضافه الى حالات الفزع العامه اللي ممكن تصير. طيب اليوم لو مريض تعرض لحاله فزع، هو نفسه او اللي حوله سيتوقعون حدوث نوبه، كيف ممكن يتعامل مع الموقف بحيث انها ما تحدث او تحدث باقل الاضرار؟ احسنت، احنا عاده يعني شوف الضغوطات النفسيه جزء من حياتنا. طيب. شئنا وابينا، ولكنه عاده ننصح المرضى من هذا النوع انه
حاول قدر الإمكان أنك تتعايش أو تجهز نفسك لأي ضغط نفسي. قدر الإمكان تجنب الضغط، قدر الإمكان أنك تعرضت العامل في استرس ابعد عنه، عامل ضغط نفسي رهيب أثناء العمل ممكن أنه حتى يمكن يستفيد مرضانا ترى من الإجازات المتقطعة، الإجازات اللي كل بين فترة وفترة تخفف عامل الاسترس والضغط النفسي. جميل. قيادة السيارة، السفر، الأشياء هذه كيف ممكن يتعامل معها؟ حسنت، هذا سؤال والله جدا مهم سيد فرح. بالنسبة لقيادة السيارة عالميا على الأقل في كندا أنه المريض ما يستطيع القيادة، لازم يكون حاجة يسمونها سيجر فري، أو ما عندك النوبة من سنة من آخر نوبة، ذيك اللحظة تقدر يعني تمارس القيادة وتأخذ رخصتك. في الولايات المتحدة الأمريكية تختلف من ولاية لولاية، بعضهم 6 شهور بعضهم سنة، ولكن إحنا عادة ننصح مرضانا وأغلبهم الآن يعني عندنا جيل جدا واعي ومتعلم ومثقف، فعلا ما يسوقون، نقول لهم أنت تتجنب القيادة لمدة سنة من آخر نوبة، بعد ما نسيطر على النوبات بالعلاجات بإذن رب العالمين يتحسن المريض. جميل. تختفي النوبات ذيك اللحظة يقدر. جميل. أنا يعني أحاول أسابق الوقت وعندي سؤالين مهمة وأعتقد إن فيها تفاصيل. الأول، وين منشأ المرض يا دكتور؟ يعني هل عامل نفسي أدى تطوره إلى الصرع، ولا هو زيه زي الأمراض العضوية الأخرى لها أسباب علمية واضحة ومحددة، ولا إلى الآن مو معروف منشأ المرض نفسه؟ أحسن. أسبابه نقدر نوزعها سنفرح بالعمر. أيوة. ففي أسباب حتى قبل الولادة. تعرض الأم لعدوى ممكن يكون هذا سبب للتشنجات أو الصرع. عدوى إيش؟ عدوى داخلية، عدوى مثلا زي التهاب التهابات فيروسية وبكتيرية للأم ممكن ينتقل للجنين فيصاب بالصرع مستقبلا. أثناء الولادة نقص الأكسجين أثناء الولادة، البيبي هذا أو الطفل يكون عرضة للنوبات. عند حدوث احنا نسميها التشنجات الحرارية، تعرف الأطفال عندما ترتفع حرارتهم تحدث لهم تشنجات حرارية، تكرار النوبة الحرارية هذه والتشنج الحراري أو تشنج حراري مطول ممكن تؤدي إلى الصرع. هذا في العمر الطفولة، عندما يكبر تمام يكون العوامل أو الأسباب تختلف بشكل آخر. ممكن أنه إذا كان عامل داخل الدماغ، بمعنى التهاب قشرة الدماغ سواء كان التهاب فيروسي أو بكتيري، وجود أورام لا قدر الله داخل الدماغ، الجلطات الدماغية، النزف الدماغي، هذه كلها تكون لها علاقة بنوبات الصرع، إضافة إلى الضربات أو الحوادث، ضربة الرأس عادة أن تكون الضربة الغائرة داخل الدماغ ممكن تكون يكون هذا المريض عرضة للنوبات أو نوبات الصرع. يكبر المريض يعني بالعمر ممكن أنه اختلال الأملاح في الجسم، انخفاض الصوديوم، انخفاض الأملاح الأخرى الاستقلابية داخل الجسم ممكن تكون سبب. كل هذه الأسباب تؤدي إلى كلها تسبب لنوبات صرع. يعني والله أسباب كثيرة جدا. طيب دكتور، العلاج يعني باقي معنا دقيقتين، اليوم هل يوجد علاج نهائي للصرع، بمعنى أنه شخص يستخدمه وينتهي ويصنف طبيا وعلميا أنه ما عنده مرض الصرع؟ حسنت. من المفاهيم الخاطئة يا سيد فرح أن المرض الصرع مرض مزمن ليس له علاج، هذا كلام غير صحيح. عندنا مرضى كثير تم علاجهم وشوفوا الحمد لله من الصرع تماما. تحديد أيوة نعم بالضبط، لأنه زي ما قلت في بداية الحلقة تحديد البؤرة، إذا عرفنا مكان البؤرة وأن هذه البؤرة المسببة للتشنجات والصرع، أغلب هؤلاء المرضى ممكن نحولهم إلى الجراحة ونشيل البؤرة المسببة لهذا الكهرباء ويعيش بدون نوبات بإذن رب العالمين. هذا بشكل مبسط، لها تفصيل كثير. مرضى الصرع يستطيع أن يتعايش مع المرض وبالعلاجات. في دراسة تقول أنه أكثر من 70% من مرضى الصرع يستطيعون العيش بدون نوبات للصرع، معتمدين فقط على العلاجات. والله نسبة عالية ومشجعة. نعم. 70%. 70%. ونقول أكثر من 70%. بالضبط. يعيشون بدون يعني يتم السيطرة عليها. 30% هذه اللي إحنا نسميها الجزء اللي إحنا نسميه مقاوم للعلاج، المقاوم للعلاجات الفموية، هذا نحولهم للجراحة. طيب تكررت أثناء الحلقة بؤر بؤر بؤر. نعم. يعني أنتم كمختصين تعرفون هذا المصطلح بالضبط. بشكل جيد، لكن ترى المشاهدين ما يعرفونه. إيش تقصد بالبؤرة الصرعية؟ بؤرة إنه منطقة في الدماغ هي المنطقة التي تثير الكهرباء. فمثلا في الفص الصدغي تمام هو الأشهر، فيكون البؤرة الكهربائية أكثر، فيجي أعراضه بالمنطقة اللي فيها البؤرة. مثلا الفص الصدغي لهم أعراض مخصصة، إذا كان الفص الأمامي لهم أعراض أخرى، الفص الخلفي للدماغ لهم أعراض أخرى. فالبؤرة هي منطقة من الدماغ نشطة كهربائيا هي المسببة للصرع. طيب نقطة أخيرة قلتها في بداية الحوار، اللي عندهم أعراض أكثر من اللي ذكرت وتستمر معهم النوبات إلى وقت أطول قد لا يكون صرع؟
ما هو شرط، لا في عندنا نوبات صرع مطورة وتجلس فترة طويلة، ولكن كمختصين بوصف النوبة نعرف أنه والله هذه نوبة صرع أو نوبة نفسية غير صرعية. يعني بمعنى أنه هناك ما يسمى بالنوبات النفسية الصرعية اللي لها علاقة تشبه الصرع بس هي أساسها نفسي ما هو عضوي. بالضبط بالضبط بالضبط. هذه وش اسمها طيب؟ هذه يسمونها النوبات غير الصرعية النفسية، هذا اسمها. وكيف علاجها عند أطباء النفس؟ بالضبط، احنا مجرد انه نشخص المريض انه هذا مرض غير عضوي، هذا انت ما عندك صرع، ايه؟ انت اللي عندك تحتاج دعم نفسي، مو معناه انك والله تمثل ولا انك ايه؟ انك ما انه انه ايه؟ تحتاج ان احد ينتبه لك، ولكنه الناس المفيدين لك هم زملائنا في الطب النفسي. أخذ 30 ثانية زيادة على وقتنا وأقول لك، قل لنا أعراضها بسرعة هذه النفسية. أعراضها أن تكون نوبات واختلاجات غير معروفة بالعرف الطبي، يعني أن العرف الطبي معروف الحركات اللي يعملها مريض الصرع. في بعضها نعمل له كامل الفحوصات، كامل التخطيط والإشاعة وإلى آخره، كلها تكون سليمة، نثبتها عادة أنه حدوث النوبة وإحنا نسجل للمريض التخطيط، فيكون التخطيط طبيعي. يعني مثل نوبة. إيش؟ شد شعر، أصوات، صراخ، فقدان، مثل ما تفضلت. أغلبها يكون حركات لا إرادية، نظر يمين ويسار، أصوات غير 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 سوية إلى آخره. دكتور شكرا جزيلا لك، ونتطلع أن نشوفك في حلقات الله قادمة. الله يعطيك العافية. شكرا للدكتور بندر، انتهى وقتنا، نشوفكم بكرة في أمان الله.